بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. طبعا أفرجت وزارة التربية الوطنية عن اختبارات الفصل الثالث واختبارات التجريبية الموجودة فيه. طبعا هي لم تغير، هي نشرت من قبل، والمنشور الجديد لا يوجد فيه أي تغيير، يعني بقيت الرسنامة كما هي، كما نشرتها وزارة التربية في أول الأمر. طبعا هذا الفيديو راح نعطيك الاختبارات ونعطيك توضيحات على اختبار تقويم المكتسبات في السنة الخامسة ابتدائي. تابع معي الفيديو، أكيد راح يكون جد مفيد. راح نبدأ بالتعليم الابتدائي. إذا اختبارات التعليم الابتدائي ستبدأ من يوم 28 ماي إلى غاية 1 جوان، يعني الأسبوع الأخير من شهر ماي كاملا إلى غاية 1 جوان. 28 29 30 31 و1، يعني مدة 5 أيام. بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي قبل اختبارات الفصل الثالث يديروا تقويم المكتسبات. طبعا نعاود نكرر ونعاود نكرر، الأم اللي راها تسمع فيا الآن وابن تاعها الخامسة تاع ابتدائي ما تحفظي حتى حاجة، ما تحفظيهش، هذا سموه تقييم مكتسبات، حتى النقطة ما راحش يعطوها له، حتى الملاحظة ما كانش، يعني راح الملاحظة شيء، إما أنه مكتسب ولا يكتسب، أو الاكتساب تاعه جزئي أو الاكتساب تاعه ضعيف، فقط ملاحظات تكتب في كافة المواد. كاين بزاف الأخوات سولوني قالوا لي راح كاين نماذج تاع امتحان تقييم المكتسبات في مواقع التواصل الاجتماعي، انها موجوده، درناها من درنا التكوينات، يعني احنا كاساتذه تاع سنه خامسه ابتدائي درنا تكوينات ودرنا نماذج اقترحناها، من بين تلك النماذج راح يختار ان سوجي، يعني كل استاذ راح يعرف السوجي اللي يجي الاولاد تاعه في كافه المواد. نتمنى اني وضحت هذه النقطه، وعيد ما تحفظي حتى حاجه، ما تحفظيهش، ما تحفظيه، ما ترجعي له ما والو، بينه وبين الاستاذ تاعه، الاستاذ تاعه راح يعطيه السوجي وراح يقرا له، والنقطه ما كانش نهائيا، راح تكون فقط تقييمات عباره عن ملاحظات. هذه الملاحظات هي اربع انواع، اما ان يكون ممتاز عبقري، او يكون جيد، او يكون متوسط، او يكون لا غير مكتسب، يعني التلميذ ما اكتسب حتى حاجه، لا تنفع ولا تضر. نعاود نكرر الامتحانات الموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي بامكانك تشوف فيها، باش يشوف الابن تاعك النماذج تاعها، وكذلك الاستاذ راح يدير لهم نماذج، يعني كي ندخلوا الفصل الثالث باذن الله تعالى راح نديروا نماذج باش يتعود التلميذ عليها فقط، لا داعي للقلق نهائيا من هذا الامتحان. بالنسبة الآن التعليم المتوسط، التعليم المتوسط إذا بقية سنة أولى متوسط والثانية متوسط والثالثة متوسط، الاختبارات من 21 إلى 25 ماي 2023، من 21 إلى 25 ماي 2023. أما بالنسبة للامتحان التجريبي يعني تاع الكاتريام اني موين، واللي هو نفسه اختبار الفصل الثالث، راح يكون من 15 إلى 17 ماي. بعد 17 ماي بالنسبة للكاتريام اني لا توجد دراسة، يعني راح يتوقف على الدراسه الى يشعوا في بيوتهم حتى الشهاده. وبالنسبه للسنه الاولى متوسط والثانيه متوسط والثالثه متوسط، راه ينتهي الموسم الدراسي يوم 25 ماي، يعني راح التلاميذ يتوقفوا عن الدراسه، يديروا اختبار الاخير ويتوقفوا عن الدراسه. الان بالنسبه للطور الثانوي، التعليم الثانوي من 21 ماي الى 25 ماي، بالنسبه الاولى ثانوي والثانيه ثانوي، من 21 ماي إلى 25 ماي، بعد 25 يوم ماي كذلك لا توجد دراسة، يتوقفوا عن الدراسة وانتظروا النتائج تاعها. بالنسبة للبكالوريا، البكالوريا راح يكون الباك بلون امتحان تجريبي من 14 إلى 18 ماي 2023، هذا الباك بلون هو نفسه اختبار الفصل الثاني، بعد ذلك كذلك تلميذ سنة البكالوريا يتوقفوا عن مجيء المؤسسة 18 ماي فقط، إذا كان هناك أساتذة يديروا دعم، لا بالنسبة للكاتريماني ولا بالنسبة للبكالوريا يجوا يدعمهم الأساتذة، يعني ما كانش دعم يدعمه الأولياء تاعهم اللي كور ولا اليوتيوب ولا يرجع وحده ولا الى غير ذلك من الوسائل باش يصدرك ويراجع دروسه.
إذا نعود ونكرر الرزنامة التي قدمتها وزارة التربية من بداية الفصل الأول لم تتغير، هذه هي بقية هذا المنشور الجديد الذي بثته وزارة التربية الوطنية، لا يوجد تغيير في مواقيت ومواعيد اختبارات الفصل الثالث. بالنسبة للفروض تحدد، راح تحدد أكيد بعد العيد إن شاء الله، بعد العيد إن شاء الله لربما في الأسبوع الأخير تاع أفريل، لا بالنسبة للطور المتوسط لا بالنسبة للطور الابتدائي، وربما ستكون في الأسبوع الأخير لخاطرش الأسبوع الاختبارات راح تبدأ بكري، راح تبدأ من الأسبوع الثالث، من الأسبوع الثالث تاع ماي. كذلك بالنسبة للتعليم الثانوي الأسبوع الثالث، يعني الاختبارات أكيد راح تكون في نهاية أفريل بداية ماي. هذه بالنسبة لفروض الفصل الثالث، وأكيد راح يكون فرض واحد فقط، ما كانش فرضين، فرض واحد فقط، لا يوجد فرضين، فرض واحد فقط في كافة المواد كما درنا في الفصل الثاني، كما درنا في الفصل الثاني. أعيد وأكرر نصيحة كذلك، نعاود ونكرر بالنسبة لأمهات السنة الخامسة ابتدائي، ما تقلقش معك امتحان تقييم مكتسبات، لا يوجد فيه أي نوع من الضغط على التلميذ، حفظه الفصل الثالث، رجعي له الفصل الثالث فقط. أما بالنسبة لتقييم المكتسبات هو تقييم مكتسبة وليس تقييم تعليمة، ليس تقييم تعليمة، مش تعليمة عطيتها له هو يعاود يجيبها لي ويعاود يرجعها لي، وإنما تقييم مكتسبة وش اكتسب في الطور الابتدائي. لا داعي للقلق نهائيا. تمنيتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.